الموقف نفسه طبعا مع صعوبة ان انت يعني الامور بالنسبة لك صعبة الحقيقة في جدول الدوري يا باشمهندس، ورأيك في المباراة واللي قدمه الحقيقة نادي مولين النهاردة. يعني طبعا ما فيش شك ان نادي الزمالك ده نادي كبير، و انت بتلعب مباراه مع فرقه متاسسه كويس ومديرها فني مدير كبير، ولكن احنا برضو ثقتنا في لعيبتنا ومديرنا الفني والروح، يمكن كانت الروح النهارده هي اللي فيصل الرئيسي في مكسب المباراه. دايما يمكن الامكانيات الفنيه لوحدها مش كفايه، مهم جدا الروح، لعيبه كان عندها اصرار، ولان احنا خلاص يعني بنحاول على اخر لحظه ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا، ما قدرناش يبقى على الاقل حاولنا وحاولنا بشرف وبروح عاليه، ولكن التوفيق في النهايه برضه بنقول بتاع ربنا. املنا كبير ان شاء الله في الكام ماتش اللي جايين دول، يمكن الزمالك طبعا ماتش فرقه كبيره كانت صعب طبعا يمكن، لكن هنكافح لاخر لحظه ان شاء الله طالما عدد النقاط يدينا فرصه ان احنا نقعد باذن الله. باشمهندس برضو يعني هكلمك بمنتهى الصراحه، هناك بعض الاسباب اكيد موجوده، منها يعني عدم اهتمام من اللعيبه، انا مع يعني التفاصيل دي موجوده عند حضرتك، شايف ايه اللي حط المقاولين في المنطقه اللي احنا شايفينها بالرغم ان ما شاء الله انتوا اداره محترفه واداره مستقره، الامور بالنسبه لنادي المقاولين يعني دايما نادي المقاولين ده من الانديه الكبيره الحقيقه اللي خدت بطوله دوري كاس افريقيا دوري ابطال افريقيا يعني بطولات الحقيقه، ايه اللي وصل نادي المقاولين ان هو في السنه دي بالذات يبقى بالشكل ده يا باشمهندس من وجهه نظرك؟ ولو اسباب بعيد عن الكوره قولها اتفضل طبعا يا باشمهندس. يعني لا هو يعني عشان بس انا ما مش هقدر اتكلم على الاسباب كامله المره دي، لكن عايز اقول لك دايما احنا صادفنا بدلك في بعض المباريات وخسرنا، فتعرف تلاعب كوره المكسب بيجيب مكسب، الخساره بتجيب احباط، بتبدا بعض الماتشات تبقى انت كسبان، وانا يمكن اعمل ريبورت بهذا الكلام، لكن بتيجي اللعيبه لخوفها الزائد على انها تخسر المباراه، ويمكن ده اللي انتابنا كمان النهارده في الشوط الثاني، بيجي فيك هدف او انت بتجيب في نفسك، فكانت ظروف كتير يعني نفسيه ومعنويه، بالاضافه طبعا الى حاجات اخرى مش عايز اتكلم على التحكيم. انا عندي 6 مباريات كاملين وعندي التسجيلات لكل الساده المحللين. حصل ايه بالشكاوي ده يا باشمهندس؟ حصل ايه لغايه دلوقتي بالنسبه للرد والرد من الجانب الاخر على حضرتك؟ كابتن فاروق انت حبيبي، بس انا بقول لك نحن مع الاتحاد لا يرى لا يسمع لا يتكلم. يعني اهم مميزات الاتحاد بصراحه الاتحاد ده فيه ميزه فريده لم تتواجد في اي اتحاد سابق، انه ما بيردش على حد خالص. مفيش لغايه يعني دلوقتي اي رد فعل لا على الجوابات بتاعت او الشكاوى الحاضرة، رغم ان انا قلت الكلام ده في التلفزيون ما بيردوش، والحقيقه لان احنا مش مستواهم عشان يردوا علينا. ولا حتى امور شفهيه يا باشمهندس، يعني هل حضرتك رفعت السماعه كده على يعني استاذ جمال علام ايا كان العضو اللي موجود؟ كتر الف خيرهم ما حصلش ان انت اتصلت؟ ما اتصلت يعني اتصل وما حدش بيرد. يعني هم التلفزيون عارفينه طبعا، وللاسف ما بيردوش، وفيهم ناس في الاتحاد يعز عليا انهم يطلبوا وما بيردوش. انا بتكلم عادي بصراحه يعني في الاخر احنا يعني مصلحه ناديك وانت بتحاول تبحث عن مصلحه ناديك بالظبط. يعني اكثر من ان الحكم الجميع اجمع طيب انه ما يحكمش بغض النظر عن نتيجه المباراه، لكن انا بتكلم في لوائح وقوانين، ما هي دي النهارده مش عداله برضو، عدم توجيه العداله طبعا، اكثر من انا العب 90 70% من مباريات الساعه 4 واهلي وزمالك تحديدا ما يلعبوش الساعه 4 بعز الموجات الحاره دي، ونتكلم ما حدش لحد ما جت من فوق من الدوله نفسها قالت لا ما ينفعش. يعني حاجات كتير ما فيش شك احنا عندنا سلبيات برضه اكيد 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 طبعا يعني وعندنا حاجات لازم نقف عندها ونحاسب نفسنا عليها، ده لازم برضه يعني نعترف بيه، في سلبيات كانت برضه الموسم في حاجات كتير ربنا يسهله ونقدر طيب نحل الكلام. باشمهندس يعني في حاله يعني ايا كان الحاله اللي موجوده بالنسبه لنادي المقاولين سواء بالوجود في الدوري الممتاز او بالهبوط القسم الثاني، كابتن عماد النحاس يعني هيكون وضعه ايه؟
وكابتن عماد النحاس مستمر معانا ان شاء الله باذن الله حتى في القسم الثاني لو ده حصل بعد الشهر يعني. والله دي هترجع له هو، فاحنا نتكلم معاه فيها. طيب احنا مرحبين بس طبعا هنتكلم معاه فيها باذن الله. تمام. شكل الدوري يا باشمهندس، انت احد يعني خبراء الكوره في مصر حقيقه، شكل الدوري بقى السنه دي واللي حضرتك بتتكلم عليه والحاله الزعل اللي موجوده لدى الجميع الحقيقه لجميع الانديه، والسنه الجايه هل لو فضل الدوري بنفس التنظيم ونفس شكل المسابقه هل هينجح؟ الامور إطلاقاً تختلف ولا إطلاقاً ايه؟ اطلاقا لازم يا كابتن نقعد الانديه مع الاتحاد مع الرابطه ونفكر حقيقي وبروح يعني لصالح الكره المصريه الشكل السنه الجايه بايه؟ بغض النظر عن اي اعتبارات، الوضع لو استمر بهذا الكلام احنا زي ماشيين من سيء لأسوأ، واعتقد ان هتبقى القضيه مش دوري لحد النهارده يا كابتن شغال. انا عندي مشكله في اللعيبه النهارده الاجانب، لو انا فكرت ان اسيب حد فيهم طب امتى، وكل اللي لما افتح انا يخلص الدوري تكون كل الدول قفلت السيستم بتاعها يعني، وبرضه ما حدش يقول لك ايه الحل. فاحنا لازم يعني خلينا مره يعني، يمكن انا دي ظاهره يا كابتن محمد الحقيقه انا عايز اقولها لك. اتفضل. للاسف ما فيش ولا مره السنه دي، وانا مش هقول الا اجتمعت الانديه حتى وعرفت هي رايحه فين، ما حدش فكر يدعو الانديه بقعدة او اتنين. امال دور رابطه الانديه ايه يا باشمهندس برضه؟ ما هي تمثلكم الحقيقه. لا بقى الرابطه تمثلنا. تمثلكم بس ايه دورها يعني؟ بس لازم يبقى من احد ادوارها القعده مع الانديه. وده ما بيحصلش يعني، او مش انتوا اللي بتطلبوا، انتوا اللي بتقولوا نادي المقاولين ونادي الزمالك ونادي المصري، انتوا اللي بتطلبوا ان انتوا تقعدوا وتعملوا اجتماع مع رئيس الرابطه استاذ احمد دياب وكابتن عماد متعب عشان تحلوا المواقف والمشاكل اللي كانت موجوده دي، مش مفروض ده اللي يحصل؟ وانا بقول لك هو القصور برضه عند الانديه. اه انا ما قلتلكش، انا بقول لك ده